هلو حبايبي الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. حبايبي اليوم مثل ما انتم شايفين نزل حدث اسطوري شباب، الاورر بارتي، الاورر، الحدث المرعب ولا الشيء كله مرعب حبايبي، والله حفله المرعبه يعني. حبايبي مثل ما انتم شايفين شباب، عندنا هون خمس سكنات شباب من السكنات الاسطوريه النادره كثير كثير، يعني صار لهم تقريبا يمكن صار لهم سنتين شباب وحبيبي والله. اوكي يا شباب، رح ندخل ونشوف شو في ما في شباب هذا الحدث، وحبيبي والله ليتس جو. اوكي ليديز اند جنتلمان، مثل ما انتم شايفين شباب عندنا هون الحدث هذا، طبعا هون على اليمين لازم اوكي يب اوكي حبيبي، عندنا هون على اليمين شباب عندنا السبيشال سبين يعني ضربه المميزه يعني، وعندنا السبين العادي اللي هو على اليسار. اوكي شباب، طبعا شباب يمكن عندي ثلاث سكنات ما عندي اياهم شباب، عندي في سكنين يمكن من هذول، عندي سكين الاحمر من قبل عندي اياه، هو والازرق بس، هذا ما عندي اياه حبايبي، وهذا ان شاء الله يطلع لي هذول اول شيء. بس يعني شيء مزعج شباب هذا الاحداث، انه لما يكون عندك سكنات من قبل موجوده يعني لازم يعني يعملوا له يعني يعملوا له باغ او شيء يعني انه رايحه حبيبي والله. اوكي اوكي حبيبي، قبل ما نبلش الحرق وبلش كل شباب لا تنسون تنزلت لكم مقطع عن جد شيء ناهي، شيء لوز لوز دراري، شيء كثير حلو، بتمنى منكم الصوره شباب. ما راح اشترك بقناتنا الثانيه روح يشترك وجينا نطو ليتس جو ليديز اند جنتلمان. اول ضربه سبين عشان يطلع لنا السكين اللي بدنا اياه. يا زلمه شو بدنا بهذا معلم؟ هاي هو سبين واحد هون صندوق، الله معلم نضرب على هذا، بدنا هذا حبايبنا، بدنا هذا، بدنا هذا باقه هذا. يا زلمه ايش هالحظ؟ واو يا زلمه شو هاد؟ لا رب مستطير حبيبي والله، حبيبي والله طلعنا هذا السكين شباب، لوز اللوز هذا اللي بدنا اياه. بس ليش هيك يا شباب؟ والله يعني شيء مزعج، يعني سبيشال سبين يعني لازم يطلع لك شيء من اول. شوف الصناديق البيضة. طب خلينا نشوف السكينات الموجوده هون. طبعا شباب يعني اوه والله في شغلات حلوه هون يا معلم، شي لوز اللوز. روح يلا وهل ما بقى عندنا جوار شباب بالاول الوضع؟ لا يا زلمه. اوكي حبايبي هيك شحننا شوي جوار شباب، شحننا 1200، يلا ان شاء الله نشوف الحظنا ان شاء الله. طلع لي هذا السكين، لا ما بدنا هذا معلم، هذا ما بدنا اياه، ما بدنا اياه، هذا عندنا اياه من قبل دخيل الله. يلا شوي طلعنا هذا السكين شباب، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. لوز لا يا زلمه، لا يا زلمه، عنا يا هذا، عنا يا حبيبي، بدنا الـ هذا الازرق الاخضر هذا. ثواني يلا ان شاء الله نشوف حظنا بال 200 حبيبي والله. بيض 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 معلم. اوكي حبايبي الكرام، طبعا شباب الان مثل ما انتم شايفين يعني هون على اليسار ما اعرف اذا لاحظتوا، هون عندي هون شباب لما نضرب مثلا سبع مرات ست مرات السبيشال سبين يعني هي ال 200 جوهره، المره السابعه بيطلع لنا شيء اكيد يعني، فهمتوا علي كيف؟ ليك شباب خلينا نرجع لهون نعمل سبيشال سبين بيض ان شاء الله يطلع لنا، بدنا الشباب هذا راح افتح الصناديق بعد شوي، بدنا الشباب يطلع لنا هذا، بدنا هذا ما بدنا يطلع لنا شيء ثاني معلم، يلا هذا هو ان شاء الله. حبيبي والله لوز لوز. اوكي شباب الان شباب صار عندنا كل شيء حبيبي، ولا حصلنا على طبعا شباب الاحمر عندي كان من قبل مثل ما قلت لكم. اوكي يا اساطير خلينا ندخل هنا على هذا شباب. شباب 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 حبيبي والله الازرق هذا عندنا اياه، بس هذا كان عندي اياه من قبل شباب، عندي شوفوا عندي اياه من قبل، بس هذا ما عندي، هذول الاثنين ما كان عندي اياهم. اوكي شباب ليك شباب رح ندخل مثل كل مره نجيب هيرشوتات صباحيه معلم لوز لوز. طبعا شباب عن جد نزلت لكم قناه ثانيه مقطع ثاني لوز لوز، طبعا شباب شفتني فكره حلوه، الفكرة حبايبي انه لما اي سكين نحصل عليه بدخل مثلا بلعب جيم سولو فيرسس ديو اي شيء شباب بنجيبه يعني كلات يعني 15 16 فوق شباب بنزلكم عليه يعني مقطع جيم بلاي بسكين كامل. اعطونا لكم بالتعليقات شباب شو رايكم بهذه الفكرة، اذا بدكم نبلش معلم حبايبنا. طبعا مثل ما انتم شايفين هذا السكين. اوكي السكين الشيء اللي بيعجبني بالسكين طبعا شباب يعجبني كثير الجاكيت، الجاكيت هذا شباب طبعا كثير حلو. اوكي نعمل لكم شي زوم مثل ما انتم شايفين يا اساطير، خلينا ندخل على ساحه اللعيبه حبيبي والله.
يا سلام عليك يا معلم. حبيبي والله حبيبي والله ابو شريك. تعال تعال تعال. ها 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 ها. خرب بيت سنتو. جاكيت يا سلام عليك. جاكيت شباب شيء. يابا يا اخي يا سلام يا سلام بيبي والله. طبعا شباب يعني الحدث انتوا حاسكم يعني بدو علي كيف. طبعا شفتوا يعني هاني سكنات سكن البنت يعني بدون 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 يعني انتظر انتظر ال 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 هي اللفه الاخيره السابعه. فهمتوا علي كيف؟ لا يا شباب خلينا نطلع يا اساطير نروح نشوف الثانيين. الثانيين الشباب هذا اللبس احمر وينه؟ اللبس احمر تعال هون معلم. ما شباب سكن يعني لوز اللوز يعني بدون 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 يعني بدون نقاش. اوكي عندنا هذا السكين الثاني شباب. شو كان اسمه هذا السكين؟ وينه؟ شو كان اسمه؟ حبيبي والله اسمه حلو. خلينا ندخل لهون. اي جواهر نجي نشوفه شباب. طبعا القناع هذا الشباب شايفين القناع عن جد شيء مرتب. شعراته حمر. طبعا شباب انا للاسف شباب للاسف السكنات يعني دائما انا بحط مثلا راس ساكورا. فهمت علي كيف؟ يعني الشعر دائما يعني ما استعملهم. اوكي شباب هذا السكين شباب انا الصراحه اقيمه اوكي 5 على 10 بس السكنات الاسطوريه جاي شباب. الاسطوريه اكثر من هيك. اوكي يا سلام عليك معلم حبيبي والله. وضعك لوز شعراته لو عيونه اتس كول اتس كول اتس كول اتس كول اتس كول فيري كول. وين الناس وين الناس معلم؟ وين الناس شباب؟ نجيب هيرشوتات بالسكين الجديد يا ذا الروعه. اوبا ابلع قفزه الارنب قفزه ابلع. اوبا شوف شوف جبت جبته شباب. ابلع ولاك ابلع ولاك. والله شباب الصراحه مصحصح اليوم منيح. قهوتنا جمنا شباب حبيبي والله. طبعا شباب كثير منكم عم بستنى عليكم متى رح تعملنا شي مسابقه حلوه. حبايبي انا بنتظر المسابقه لما ينزل المين بنشر الغامض. فهمتوا علي كيف؟ لما ينزل بنشر الغامض شباب رح نعمل لكم مسابقه اسطوريه شباب على انستغرام مثل كل مره. ماشي يا اساطير. ليك حبايبنا خليكم متابعين على انستغرام. محمد وات كيف اختفت يا الله؟ ولا تشيف والله. شوفكم على خير. الان شباب بدنا نروح نجرب السكين بالبنت. اوكي شباب نحط كيلي. نجي لهون وهذا هو السكين. يا سلام والله. ايش كمان شباب بالنسبه للسكين البنت يعني انا بصراحه ما بلعب كثير بسكينات البنات بس هذا السكين يعني بقيمه خلينا نقول 6 على 10 بس السكينين الثانيين شباب يا لطيف شيء معلم. لوز اللوز فيه شيء مميز. السكين الثاني شباب هل السكينات هذول فيهم شيء مميز مميز يعني كثير يعجبني. راح فرح لكم اياه. ندخل هون لتحت راح تشوفوه راح اقول لكم اياه. صدق السكين مميز شباب. شوفوا الحذاء كيف يكون يطلع شكله من تحت. شايفين معي شباب كيف يكون هيك شكل حلو هيك اللون الازرق يعني بالسكنات الثانيه لو تشوفوها هلا بعد راح افرجيكم اياها شيء مرتب معلم. طب والله السكين شباب ماني شايفه انه هيك يعني هالسكين الطويل بالعاده شخصيه البنت تكون طويله زياده عن اللزوم بس بالنسبه لهذا والله حسن. تعالوا بشوف سكين البنت. وات وات رايان What are you doing Ryan? Ryan what are you doing معلم؟ حبيبي والله. وين رايان شباب؟ معلم. ايه يلا I love you. حركة البومة. راح يقتلني. يا زلمة روح انقلع.
قبل قبل جيجي. اوكي شباب خلينا نشوف نروح نشوف السكنين اوبا شباب عندنا هذا الاحمر يعني يا سلام عليك. طبعا شباب هذا السكين مثل ما قلت لكم شباب من السكنات المميزه كمان. خلينا نغير شو نجيب الشوتجن الطويل. شوف الحذاء شباب شوف شكل الحذاء كيف يكون. طبعا الشعرات كمان الشعرات والجسم يعني شوفوا الاحمر كيف يطلع. يا سلام عليك يا سلام يا سلام عليك. اوكي تعال هون يا جميل تعال 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 هذا وين رايح؟ وين رايح معلم؟ لا ما تعال صار عندي البت ماوس. تعال طق تعال 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 ابلع ورشه ابلع معلم. لا تقدر تتجكز الامر حبيبي ولا احمد محمد حبيبي والله احمد محمد. رح جاب رح اعمل حركه شباب رح اعمل رح اعمل حركه دوري بس هيك بس انت بتمشي بتجا انت عم تجري هيك لا بقى كيف ما جابت شباب. يا سلام يا اخي والله مسحت التدريب شباب. اوه معلم طولوا بالكم شباب في الصباح معلم هدول شكل الوضع والله ضبطت له شعراته من ورا شباب فهمت علي كيف. تعال 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 يا جميل. انا يخرب بيته يخرب بيتك من حالك شو بتعمل معلم؟ يلا لا تكمل حبيبي والله. والان حبايبي عندنا سكن الازرق شباب. اعطونا كلكم بالتعليقات حبايبي شو بالنسبه لكم افضل سكن بين هالاربعه. لا كم واحد ثواني كم واحد كانوا شباب اربعه ولا خمسه ولا ما اعرف كم. خلينا نجيب الام بي 40 شباب ونشوف وضعه بالام بي 40. لوز. الشيء الحلو بهذا السكن شباب يعني عجبني فيه الشعارات اللي يكون هيك صفر اصفر وازرق يعني اللونين هيك حلوين مختلفين. والحذاء شباب الحذاء لما اللاعب يمشي يعني باللوبي بنشوف الحس الحذاء يعني كثير كبير بس بينما الان باللعب ونحن عم نلعب يعني ونحن عم نمشي يعني شيء مرتب. هذا معلم شو هذا؟ راح تكفي بحاله. شو هذا معلم؟ شو هذا؟ ايش في هذا عم يضحك؟ على شو عم يضحك؟ على شو عم يضحك هذا معلم؟ هذا هو لا انت علو انت وصار. اوكي شباب الان يكفي حبايبنا الكرام. سو هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير. ان شاء الله عجبكم المقطع ان شاء الله استفدتوا معنا حبايبنا. بنشوفكم مقاطع جديده شباب. لا تنسوا شباب على الانستغرام ان شاء الله باقي لمتجر التخفيضات رح ينزل قريبا حبايبي هالايام الجاي ان شاء الله. رح نعملكم عليكم مسابقه رح نعمل عليكم لا رح نعملكم مسابقه قصدي شباب رح نعملكم مسابقه اسطوريه شباب مصحصح ابدا القهوه جنبي يعني مصحصح حبيبي والله. ولا تنسوا شباب حبايبي الفيديو نزلت لكم اياه مرة تانية نزلت لكم اياه هونيك شباب روح هناك. اوكي فيديو اسطوري حبايبي لا تنسوا تشتركون بالقناة الثانية وتفعلوا زر الجرس هون وهناك. مش مشترك هون وهناك روح يشترك ونشوفكم فيديوهات جديدة. سلامات.